السلام عليكم أعزائي المشاهدين. الأجواء شديدة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تنشط على فترات. وأيضا أعزائي المشاهدين، فرص النشاط مستمرة حتى نهار الغد مع فرصة الغبار خاصة على بعض المناطق المكشوفة. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي في مدينة الكويت. أجواء جافة وحارة ورياح شرقية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 44 درجة مئوية، الرطوبة النسبية متدنية 12%، بالنسبة للرؤية الأفقية جيدة تزيد عن 10 كيلو. صور الأغمار الصناعية توضح السماء صافية وخالية من السحب، وأيضا تتأثر دولة الكويت بامتداد منخفض الهند الموسمي اللي مأثر علينا وراح يستمر معانا خلال الأيام القليلة القادمة. ليلة طقس حار إلى مائل للحرارة واستمرار للرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة المتوقعة في منتصف هذه الليلة خاصة المناطق الساحلية متفاوتة ما بين 34 إلى 37 درجة مئوية، بالنسبة للمناطق الغربية من البلاد السالم الشقاية 32 درجة مئوية. في مساء الغد طقس حار وأيضا استمرار للرياح الشمالية الغربية قد تنشط على فترات، قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة مع فرصة الغبار خاصة على المناطق المكشوفة، المناطق الشمالية والغربية من البلاد العبدلي والسالمي. لذا نوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة. ودرجات الحرارة العظمى في مساء الغد مدينة الكويت 46 درجة مئوية، جزرنا الشمالية وربا بوبيان وفيلتشا متفاوتة ما بين 39 إلى 41 درجة مئوية. حالة البحر إن شاء الله خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج من 2 إلى 5 أقدام. المواقيت بإذن الله على حسب توقيت المحل مدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 3:47 دقيقة، موعد شروق الشمس الساعة 5:14 دقيقة، بالنسبة لغروب الشمس الساعة 6:32 دقيقة. الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الخمس أيام القادمة إن شاء الله اليوم الغد طقس حار نهارا ومائل للحرارة ليلا مع استمرار للرياح الشمالية الغربية قد تنشط على فترات، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. أيضا أعزائي المشاهدين، لاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة العظمى ما دون درجتين إلى 3 درجات مئوية مع استمرار للرياح الشمالية الغربية حتى يوم الأربعاء، راح تكون خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 35 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية، وأيضا استمرار للرياح الشمالية الغربية حتى يوم السبت، وارتفاع ملحوظ ما دون درجة إلى درجتين قد تصل العظمى إلى 48 درجة مئوية. أجواء شديدة الحرارة ابتداء من يوم الخميس مع استمرار للرياح الشمالية الغربية وفرص الغبار مستمرة معانا حتى يوم الجمعة، قد تصل سرعة الرياح إلى 45 كيلومتر في الساعة، اعتدال في الطقس وأيضا في الرياح من يوم الخميس، ولكن متوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية يوم الجمعة وفرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. لذا نوه مرتادي الطرق السريعة خارج المدينة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة. بالنسبة ليوم السبت طقس شديد الحرارة نهارا، ولكن راح يكون مائل للحرارة ليلا واستمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدل السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 38 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عاصم العالم.